نبدأ بالأخبار المحلية، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 37% في العام الجاري بعد أن كانت تقريبا 26% في العام الماضي. كل ده انعكس بالتأكيد على الاقتصاد القومي المصري. الأسباب الرئيسية وراء هذه القفزة الكبيرة، وكيف يمكن لهذا النمو أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة. أيضا بالإضافة إلى ذلك، الصادرات الزراعية تعد واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري التي تسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي وتلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد الوطني. كيف يمكن تعزيز هذا القطاع الحيوي لزيادة صادراته والاستفادة منها بأقصى قدر ممكن؟ هنعرف الإجابة من ضيفنا عبر الهاتف، الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر اللاذراعي. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية، يعني كيف يمكن للصادرات الزراعية أن تسهم في زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي؟ في البداية أحب أرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين جميعا. مفيش شك أن الصادرات الزراعية واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي والدخل المصري، لأن طبعا لا يخفى على أحد أهمية الصادرات الزراعية المصرية والرواج بتاعها وسمعتها الجيدة ما بين دول العالم، اللي بيديها قدرة تنافسية كبيرة جدا في أسواق العالم المختلفة. مفيش شك طبعا انه حجم الصادرات الزراعية حصل له تطور كبير وحصل طفرة كبيرة، خاصة في اخر 5 سنوات. الامر اللي خلى انه الصادرات المصرية الزراعية اصبحت يعني عنصر مهم جدا في حجم الدخل من النقد الاجنبي. في الفترة الاخيرة احنا تقريبا كده عندنا زيادة مضطردة بتحصل كل سنة عن السنة اللي قبليها. كل موسم زراعي بيزيد عن الموسم اللي قبله بنسب طبعا متفاوتة على حسب عمليات العرض والطلب، لكن حجم الصادرات المصرية الزراعية بيزيد بانتظام لنا فترة كبيرة من الزمن. ده بيرجع لمجموعة من الأسباب، طبعا أهمها إن جودة وسمعة المنتج المصري في كل الأسواق العالمية. احنا تقريبا بنصدر ما يقرب من 405 سلعة زراعية ل 160 دولة، بحجم كبير جدا من التبادل التجاري ما بيننا وما بين الدول العالم المختلفة. إلا أنه أهم الأسباب دي طبعا الجودة والسمعة المتميزة للمنتجات المصرية، بالإضافة للجيش اللي بيشتغل وراء عمليات التصدير ديت وبيشرف عليها وبيتأكد من جودة وسمعة المنتجات دي. الجيش ده متمثل طبعا في الجهات الرقابية، اللي أحدها الحجر الزراعي المصري، مش قادر أقول أهمها، لكن هو فعلا بيقوم بدور كبير جدا. الحجر الزراعي بيقوم بالإشراف على عمليات التصدير والتأكد من مطابقة المنتجات الزراعية للمواصفات العالمية، بالإضافة لأنه بيشرف كمان على فتح الأسواق والتأكد من مدى مطابقة كل منتج لكل دولة هيتصدر له. عظيم. في الفترة الأخيرة يعني لكل دولة، لكل دولة، معنى كده ان احنا يعني اكيد هناك منتجات زراعية دكتور محمد يعني بتذهب لدول معينة وتصدرها الدولة المصرية. الى اي الاسواق يعني تذهب هذه المنتجات الزراعية التي بالتأكيد تتميز بجودة عالية لكي تصل الى هذه المرحلة، وتعد يعني مكان استقبال لها لجودة المنتج المصري؟ أنا زي ما وضحت لحضرتك إن إحنا بنصدر تقريبا ل 160 دولة، يعني تقريبا كل دول العالم. السلع المصرية موجودة في كل الأسواق العالمية تقريبا، سواء كانت دول أوروبا، دول روسيا والاتحاد الأوراسي، أمريكا. إحنا مؤخرا قدرنا إن إحنا ننفذ لأهم الأسواق في العالم زي السوق الياباني مثلا. إحنا الفترة الأخيرة قدرنا إن احنا نصدر الموالح لليابان، قدرنا نصدر لنيوزيلندا، استراليا، يعني تقريبا كل دول العالم. لولا المجهود الكبير اللي بتقوم به كل الجهات، أنا مش هقدر أقول مثلا إن الحجر الزراعي منفرد قدر يقوم بالدور ده، لكن ده تعاون ونتيجة تعاون كبير جدا بيتم ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مع السادة المصدرين. بنعمل عملية تكامل مع المجالس التصديرية علشان نوصل لحجم التصدير اللي بالصوره دي وبالجوده دي.
طيب قدرنا زي ما قلت لحضرتك نوصل ل 450 سلعه زراعيه في 160 دوله حوالين العالم بحجم تصدير يقدر بحوالي 9 مليار دولار تقريبا. توقعات حضرتك للصادرات الزراعيه المصريه، كيف يمكن تحقيق نمو مستدام منها؟ طبعا ما فيش شك ان احنا الحفاظ على حجم الصادرات والعائد منها ده امل وحاجه مهمه جدا لازم ان احنا نهتم بيها بانتظام يعني، لكن ده طبعا لازم علشان نقدر نحافظ عليه هيحتاج مجهود كبير من كل القائمين على المنظومة التصديرية، وده بيتم بالفعل، ونأمل إن شاء الله بإذن الله أنه مع يعني زيادة الجهد المبذول وتكاتف كل القطاعات أن احنا نوصل لحجم أكبر من الصادرات المصرية في السنين اللي جاية، ونحقق الحلم اللي احنا دايما بنسعى إليه لزيادة حجم الصادرات المصرية في كل المجالات. الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، شكرا جزيلا لحضرتك.